السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد، هذا الموعد الخاص الذي نستضيف من خلاله شاعرا فحلا من دولة عربية شقيقة من موريتانيا الحبيبة. اليوم إذا ضيفنا هو الأستاذ سيدي ولد أمجاد، أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذ فرحات، أهلا وسهلا. أستاذ، أنت شاعر وأنت إعلامي، كنت مدير القناة الثقافية في موريتانيا لردح من الزمن، وكنت مستشار وزير الثقافة، وكنت أيضا، واليوم أنت دبلوماسي، أنت تمثل موريتانيا في اليونسكو. هذا المزج الكبير في شخصيتك ولد أيضا شخصية متعددة أفادت الشعر وقدمت الجميل لنا أعتقد ونأمل. اليوم سنتحدث عن الشعر، عن الشعر عندك، نتحدث عن الشعر الموريتاني، نتحدث عن هذه العلاقات الثقافية بين الجزائر وموريتانيا. أنت اليوم في الجزائر في أي إطار؟ أولا اسمحوا لي الأستاذ فرحات جلاب أن أتوجه لكم بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة التي أعتبرها فرصة سانحة للتقارب بشكل متميز مع المشهد الثقافي والحراك الكبير في الجزائر في المجال الأدبي والثقافي عموما، وأن أشير أولا إلى أنني من متابعي هذا البرنامج المتميز إضاءات ثقافية، لأنه يمكنني دائما من خلال هذه النافذة على الإطلال المستمرة على الحياة الثقافية والأدبية في الجزائر، فشكرا لكم وأنا سعيد بأن أكون ضيفا في هذا البرنامج. أهلا وسهلا بك. طبعا لا أحد اليوم في العالم العربي إلا ويتابع باهتمام كبير إشراقات الثورة الجزائرية في عيدها الكبير تزامنا مع انعقاد القمة العربية اليوم في الجزائر. هذه الثورة الجزائرية العظيمة التي زرعت حبها في كل النفوس وشكلت مظاهر الوعي الحقيقي للنضال العربي في نفوس كل الأجيال، وبالتالي هذه الثورة إذا كانت اليوم تحظى بهذا الاحتفاء الكبير في نفوس الجزائريين فإنها أيضا تحظى بنفس التقديس والاعتبار في ذهنية كل المثقفين والشعراء العرب. لذلك أنا هنا في الجزائر بدعوة رسمية من وزارة الثقافة الجزائرية في احتفالية الصالون العربي للكتاب الذي دعت له الجزائر نخبة من الشعراء والأدباء العرب تزامنا مع هذا الحدث مع قمة فلسطين، ولكنها ليست الزيارة الأولى، أنا زرت الجزائر عدة مرات ولي صلات عديدة أسماء المشهد الأدبي والثقافي في الجزائر، كما سعدت أيضا سابقا في مواقع متعددة بموريتانيا في دعوة العديد من الأسماء من الشعراء والكتاب والنقاد الجزائريين الذين ساهموا معنا أيضا في حيوية التواصل الثقافي والأدبي في موريتانيا والجزائر. لذلك أنا جئت شاعرا، صحيح أن المحطات التي ذكرتها بين عوالم الدبلوماسية والإعلام والثقافة هي مظاهر التحول المكاني بالنسبة لي، ولكنني أعتقد أن الشعر رحالة دائما ليس في الزمان وإنما في المكان، وبالتالي كل محطة يذهب إليها الشعر ربما تشكل نوعا من مظاهر الرؤية الشعرية وأطياف الكلمة الشعرية التي يمكن أن يلتقطها في أي لحظة. أنت كتبت قصائد في الجزائر، نحن أحببنا كبداية أن نسمع. شكرا جزيلا. أنا كتبت بمناسبة زيارة اليوم للجزائر ملحمة شعرية بعنوان ملحمة الجزائر الخالدة، تحية من بلاد المليون شاعر، وإن كانت أستاذ فرحات ليست هي القصيدة الأولى التي كتبت في الجزائر، فقد كتبت عن الجامع الأعظم وتدشينه الذي يشكل بالنسبة لروح الجزائر العظيمة، وكذلك مثل كل الشعراء العرب والموريتانيين خصوصا التضامن مع الجزائر في أي موقف، لأن الجزائر بالنسبة لنا هي بوابة الكرامة العربية وهي رمز الهوية العربية الإسلامية بدون مجاملة. القصيدة التي كتبتها بهذه المناسبة
ملحمة الجزائر الخالدة، تحية من بلاد المليون شاعر، تقول: أتيت قمتك العلياء مبتسما، أتيت قمتك العلياء مبتسما، أعانق الأرض صارت بالإباء السماء، أتيت قمتك العلياء مبتسما، أعانق الأرض صارت بالإباء السماء. يا ثورة كتب التاريخ أحرفها مليون نصف شهيد، فازدهت على ما هزي إليك بجذع النخل، واصطبري يساقط اليوم تمرا ناضجا نعما، وسافري في رؤى التحرير شامخة، فما رميت ولكن الإله رمى. جميل. هزي إليك بجذع النخل واصطبري يساقط اليوم تمرا ناضجا نعما، وسافري في رؤى التحرير شامخة، فما رميت ولكن الإله رمى. إن النجوم وإن طال الدجى سطعت، والفجر أشرق بعد الليل مرتسما، تلك الدماء على الأوراس ما نضبت، أكرم بها في عروق الخالدين دما، ما زلت للقدس والأقصى هنا أملا مزمجرا في حنايا المجد مضطرما. أنت الجزائر أمجاد وملحمة، مشكاتها بددت أنوارها الظلما، وفجرت في حماها صرخة عصفت بالمعتدين ولم تقبل بهم صنما، شدت مطايا حشود ها هنا نفرت، تستقبل الموت لا خوفا ولا سأما، مجاهدون وذراياتهم ألق يحدوهم العزم، كم دوى وكم عظما. يا بنت باديس، يا أطياف بارقة شعت على الكون، هلا زدتنا شمما. يا بنت باديس، يا أطياف بارقة شعت على الكون، هلا زدتنا شمما. اليوم حضنك لقيانا، وموعدنا من بعد لأي وجرح الأهل ما التأما. ضمي إليك شتات العرب سيدتي، وخففي عنهم الأحزان والألم. اليوم حضنك لقيانا، وموعدنا من بعد لأي وجرح الأهل ما التأما. ضمي إليك شتات العرب سيدتي، وخففي عنهم الأحزان والأمل، وخففي عنهم الأحزان والألم، وسامري المشرق الولهان أغنية، والمغرب اليوم وصلا منك منسجما. كل الغيوم ستصفو في سماك هنا للم شمل، فجاد الغيث حيث هما. ما بين جنبيك إلا كل مكرمة تشفي الغليل وتحدو ركبنا قدما. بالأمس كل فلسطين هنا اجتمعت على أديمك، ذني بعدها كرما، وجددي من حبال الود من صرمت بين الأشقاء، أنت العزم من صرما. بالأمس كل فلسطين هنا اجتمعت على أديمك، ذني بعدها كرما، وجددي من حبال الوصل من صرمت بين الأشقاء، أنت العزم من صرما. يا قمة الأمل المنشود، يا سندا من الجزائر ميمونا ومحترما، مدي يديك وشدي فوق أيديهم، هم البشارات بنت الأكرمين هما، وعانق المسجد الأقصى، فأنت له صنو يناجيه قلبا ساجدا وفما. ما أروع الجامع المعمور فيك سنا بشاطئ البحر فوق النيرات سما. يا درة النور والإيمان، يا عجبا ما زال يستنهض التاريخ والهمما. أم المآذن، زيدينا صدا وشذا من وحي صيتك، ملء الكون ملأهما، ولا تريمي عن الأحلام في دمنا، فأنت من نور الآفاق والسدما. بشراك بشراك هذا السعد طالعه في القدس يهتف للأحرار والعظماء. قالوا فلسطين، قلنا أنت رايتها، سيان مظلومة أو هي من ظلم. جميل. قالوا فلسطين، قلنا أنت رايتها، سيان مظلومة أو هي من ظلم. إني أحبك في سري وفي علني، أوراد زاوية أمتاحها ديما،
ومورتان على درب الوفاء لكم جارا عزيزا كريما النفس من هضما. تلك الطريق التي نهفو لرؤيتها ستنبت الورد والزيتون والعنم. مرحى لتير سذي تندوف قافلة من الأحبة تشتو عندها خيما. فاخلع نعالك في وادي الأراك فذا ربع الميامين عيس الحي والكرما. ودفقة من حليب النوق في قدح من المروءة تغر الهم منعدما. آنست نارا بصحراء الحما ولهن والشعر يعزف من أوتاره نغما. آنست نارا بصحراء الحما ولهن والشعر يعزف من أوتاره نغما. ذبت والشوق يحدوني لورقلة مع الحجيج فكم يممتها حرما. ولي بوهران أحباب ومتسع وفي قسنطين في عناب بينهما. أترع كؤوس أتاي يا أخي شغفا منعنعات ثلاثا واسمع الكلمة. إن الوشائج تبقى في ضمائرنا ترعى الوداد ربيعا والإخاء دما. تعانق الأبلجان اليوم في طرب كتوأمين فحار الدهر أيهما. هي الجزائر أم هذه شقيقتها في موريتاني يجيل الطرف حولهما. قالت أولاهم لأخرى إننا جسد والروح واحدة فقلت سعدكما. ما في الأخوة من عيب تذم به إلا المودة والإيثار فاسقهما. هذه التحية من أرض الرجال لكم شنقيط تقدح من أشواقها ضرما. تيشيت وادان آزوقي هنا وهنا تيشيت وادان آزوقي هنا وهنا ولات كم أنجبت من خيرة العلماء. جميل. شكرا. عمود العمود الذي تكتبه قوي جدا. أنت تعيدنا إلى أزهى مراحل الشعر العربي. شكرا أستاذ فرحات. وعلى كل حال الشعر في زهوه عبر التاريخ هو رصيد هذه القرون المتعاقبة من الشعر العربي في بيئاته المختلفة منذ الجزيرة العربية إلى اليوم. وبالتالي هذا الديوان ديوان العرب الزاخر في هذه القرون المتعددة لا يمكن إلا أن يشكل مهمازا لعطاء أي شاعر عربي اليوم. وبالتالي من الضروري أن يستقي الواحد من زهوه وإشراقاته. جميل هذا التبرير. عيون الخيل وتقريبا آخر ديوان لك، قدم لنا هذا الديوان. نعم. عيون الخيل هو استلهام لمعنى اسم شنقيط التي يقال بأن معناها باللغة الصنهاجية القديمة شنقيط، هي المدينة المقدسة العلمية في موريتانيا والتي عرف بها الموريتانيون قديما في رحلات الحج الأولى إلى المشرق العربي، سموا بالشناقط نسبة إلى شنقيط. فيقال بأنه من معاني لغوية لكلمة شنقيط ودلالاتها، البعض يقول بأن معناها عيون الخيل، هذا من الأسماء. ولذلك استلهمت هذا العنوان ليكون دالا على هذه المجموعة الشعرية التي جمعت بين عدة نصوص عمودية وأخرى من الشعر التفعيلة في محاولة لاستشراف رؤية شعرية جديدة تعانق بعض الأحلام بالنسبة لي في التعبير عن مختلف قضايا الكون والحياة والإنسان، وخاصة خصوصية الإنسان الموريتاني في هذه الصحراء الواسعة التي استطاع من خلالها أن يؤسس لمنظومة من القيم الفنية والجمالية والثقافية تربطه بجذور وجسور متعددة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء وفي تواشج عميق مع الشعب الجزائري، هذا الشعب العظيم بتنوعه الثقافي وبعلاقاته الروحية والاجتماعية الوطيدة مع موريتانيا. نحب انطلاقا من إبداعك في الشعر أن تتحدث لنا عن العمودي والحر في ديوانك. أين تجد المتسع الفضاء الذي يجعلك تتحرر وتكتب أفضل؟ أنا أعتبر أن إشكالية الشكل في القصيدة العربية عموما ليست هي السؤال الأكبر بقدر ما السؤال الأساسي اليوم، كيف يستطيع الشاعر أن يعبر عن تجربة شعورية موحية
من خلال نص شعري، سواء كان في هذا الإطار العمودي الذي هو تاريخيا وفنيا جوهر الممارسة الشعرية العربية في تجلياتها المختلفة، وبين هذا الشكل الآخر المفتوح، والذي بالنسبة لي تكمن الإشكالية فيه في أن الكثير من الأسماء اقتحمته عن نوع من التبسيط. أنا أعتقد أن الشعر فن، والفن له قواعده الموسيقية، وأن الخليل بن أحمد إن عندما جاء ووضع قوانين بحور الشعر العربي إنما كان يحاول أن يتلمس هذا النشيد الإبداعي في شكله الموسيقي الذي اكتشفه. هو ليس شاعرا، أنا أعتقد أن العروض لا يمكن أن يصنع شاعرا، العروض الذي هو النظام الموسيقي، ولكن هذا الشكل أو المقامات الموسيقية إن صح التعبير التي تعبر عنها البحور الشعرية هي أمواج لا يمكن أن يسبح فيها إلا من استطاع أن يندقم بقوة وفي هذا الفضاء الشعري بنظامه الموسيقي الجديد. ولذلك أنا أعتبر أن عمود الشعر يشكل بالنسبة لي دائما الفضاء الذي يمكن أن أكتب فيه، مع أن أحيانا أمارس نوع من السياحة الإيقاعية المفتوحة خارج عمود الشعر، ولكنني أستند إلى تجارب الكثير من الشعراء العرب المعاصرين الذين لم يجدوا في سوى القصيدة العمودية متنفسا إبداعيا، مثل محمد مهدي الجواهري، وحتى بعض الأسماء المعروفة نزار قباني، وإن كتب بعض الشعر التفعيلة إلا أنه اشتهر وعرف بإشراقاته في مجال الشعر العمودي. بالنهاية الالتزام بعمود الشعر أو بالقصيدة العمودية هو التزام بذائقة عربية تقدس الأذن، هذه التي تتبع إيقاعا معينا، هو 16 بحرا. هذا سؤال جوهري أستاذ فرحات، لأن البعض يسميه بالسطوة المتلقي. صحيح أن هذا المتلقي الذي هو صاحب الشاعر بالدرجة الأولى شاعر له جمهور، وهذا الجمهور يطرب للقصيدة العمودية ليس في مضمونها أولا، قبل أن يتأسس نوع من التواصل الفني والجمالي بين المبدع والمتلقي. ولذلك أنا أعتبر أن هذا الجانب الموسيقي الكبير الذي يشكل عمود الشعر مهمازه بشكل أساسي هو القنطرة التي يمكن أن تربط بين المتلقي وبين الشاعر، وبالتالي عندما يخرج عن هذا الإيقاع فإنه يحتاج إلى نفس إبداعي كبير. هناك شعراء بطبيعة الحال كتبوا قصيدة الحداثة بمختلف تحولاتها، ليس في شعر التفعيلة وإنما حتى قصيدة النظر، مثل أودونيس ومحمود درويش وغيرهم. هؤلاء لا يمكن أن يقلل الواحد من قيمتهم الأدبية ومن مكانتهم، ولكنهم استندوا إلى ثقافة تراثية قوية. وحتى أودونيس يقول هذا عندما زارنا في موريتانيا ضيفا، هو يعتبر أنه لا يمكن لشاعر حقيقي مبدع أن يقفز على هذا الفضاء التاريخي من عصور التراث الشعري العربي لكي يصنع لنفسه تجربة جديدة بدون أن يستوعب هذا التراث الشعري العربي الزاخر بالعطاء. وإلا ماذا نستطيع أن نفعل بإبداعات المتنبي والشريف الرضي وأبو العتاهية وأبو فراس الحمداني وحتى أساطين الشعر الجاهلي، امرؤ القيس وعنترة بن الشداد العبسي؟ هؤلاء ما زال شعرهم الآن يتم التواصل معه وتلقيه وتدريسه حتى في الجامعات غير العربية. وبالتالي أنا لا أعتبر أن القطيعة مع الشعر لمجرد أنه ما زال يستند إلى شكله الفني القديم هو العائق الأكبر، إنما الإشكالية كيف يستطيع الشاعر أن يجدد سواء من خلال أي شكل. أنا أعتبر مثلا أن الحداثة يمكن أن تكون في الإطار العمودي بالدرجة الأولى، ولذلك أنا أراهن على هذا الموضوع، لأن مجرد الكتابة بشكل مفتوح قد يحول القصيدة إلى كلمات متقاطعة، وهذا ليس هو الجوهر. الجوهر هو الإبداع، وهذا الإبداع عندما يتأسس في الرؤية الشعرية، هذه الرؤية الشعرية التي لا يمكن فقط أن تنضبط بالشكل، وإنما بقوة الخيال وبروح الاستشراف التي يصنعها الشاعر من خلال خطابه الشعري. هل بمعنى هل وصلت الذائقة العربية
إلى هذه الدرجة التي أصبحنا معها أو فيها نسمع قصيدة حرة، قصيدة تفعيلة ونطرب؟ يبدو لي أن ما زالت قصيدة تفعيلة في بداية الطريق نتيجة الأذن كما قلت الموسيقية القديمة التي عاشت قرونا طويلة وهي تعيش هذا الإيقاع. لست أدري من يقول، نزار قباني أعتقد يقول هؤلاء الذين يكتبون الشعر الحديث هم يكتبون وصفات طبية لا يفهمها إلا الأطباء والصيادلة. صحيح. والأستاذ فرحات، هذه ملاحظة جوهرية، هذا التراكم التاريخي طويل جدا الطويل الذي صنعته قصيدة التفعيلة والشعر الجديد لم يستطيع أن يؤسس ذائقة فنية قوية لدى الجمهور المتلقين، رغم كثرة الإنتاج والأسماء والدواوين الشعرية التي تصدر، إلا أن أسماء قليلة هي التي استطاعت أن تخترق جدار العزلة والصمت. يعني وإلا لماذا وجدنا اليوم من يقول بأن الرواية صارت هي ديوان العرب؟ لقد تحول الخطاب السردي في الشارع الثقافي والأدبي العربي اليوم إلى الواجهة بدل الشعر، لأن الشعر كان ذلك الزهو الإبداعي القوي في رؤيته الفنية والجمالية قبل أي شيء من الأشياء الأخرى في مجال الشكل. والآن البعض يعتبر أن عمالقة الشعر الكبار قد رحلوا بعد عمر أبو ريشة وبعد الجواهري، وأيضا الأسماء البارزة في المشهد الحداثي العربي محمود درويش وأمسي الحاج وسميح القاسم وصلاح عبد الصبور ونازك الملائكة ملدنقة، طبعا نازك الملائكة جيل الرواد الأوائل وبدر شاكر السيام. أنا أعتقد أن لدينا اليوم الكثير من الشعر خاصة في مجال الكتابة الشعرية الجديدة، ولكن السؤال الحداثة ما زال حائرا بالنسبة لي، يبحث عن طريق الحضور والتميز، وفي نهاية المطاف سيبقى الشعر بغض النظر عن القالب الذي سنضعه فيه. موريتانيا بلد المليون شاعر، نحن نتصور أن شعراء موريتانيا كلهم أو أغلبهم يكتبون العمودي. المشهد الشعري في موريتانيا هو جزء لا يتجزأ اليوم من الحراك الأدبي في العالم العربي قديما وحديثا، حتى عندما كانت الحركة الإحيائية العربية مع بدايات النهضة الأدبية العربية يتم الحديث عنها بين المشرق والمغرب، لم يكن النقاد العرب في تلك الفترة يضعون خارطة الشعر الموريتاني ضمن هذا الفضاء الواسع، لأن الشعر الموريتاني عاش في بيئة بدوية وعاش تلك العزلة، إلا أنه كان يشعر بذلك التجلي لأنه كان الغائب الحاضر، لأنه لم تكن هناك دولة مركزية قبل الاستقلال، ولم يكن هناك تواصل حقيقي بين بلاد شنقيط والمشرق العربي والمغرب العربي الأقرب، ولذلك كان الأدب الموريتاني هو تلك الحلقة المفقودة في تاريخ الأدب العربي. إلا أن عددا من النقاد عندما اكتشفوا ذلك الرصيد من الشعر العربي القديم الذي كتب في هذه الديار ذهبوا إلى تعديل المقولة بأن عصر انحطاط الشعر قد عم في جميع الدول العربية مع بداية الدولة العثمانية، لأنهم اكتشفوا متانة وجزالة الشعر العربي في موريتانيا الذي كان يستوحي الأنماط الشعرية القوية في مختلف عصور الأدب العربي. عشتم عصرا آخر وعصر نهضة في عزل، ولم النقاد يعني ركزوا هذه المقولة على ضوء قراءتهم لمدونة الشعر الموريتاني التي كانت تتواشج مع إشراقات الشعر العربي منذ العصر الجاهلي والعباسي والأموي، وبالتالي وجدوا أن السهولة أو الانحطاط الشعري الذي كان مخيما لم يكن موجودا في موريتانيا، لأن المدرسة التقليدية والجامعة التقليدية عندنا التي كانت تسمى المحضرة لم تكن فقط تدرس وتعلم الأجيال الناشئة القرآن الكريم والعلوم الدينية، وإنما كانت تدرسهم متون الشعر العربي في مختلف عصوره ودواوين الشعر العربي، شعراء المعلقات والشعر العباسي والأموي والأندلسي، وبالتالي كان الناشئة يتلقون ثقافة أدبية مبكرة جعلتهم يشعرون بذلك الذوق الأدبي الأصيل، وهم يتلقون في هذه السن المبكرة
هذا الزخم الكبير من الثقافة الأدبية والعربية التي صنعت منهم شعراء في هذا المنكب البرزخي أو هذه المنطقة المعزولة من العالم العربي. وعندما تقرأ دواوين عدد من الشعراء الموريتانيين في تلك الفترة سوف تشعر فعلا أن هذه البلاد كان الشعر فيها يحتل مكانة كبيرة. ولذلك أول موسوعة شعرية أو مدونة نشرت عن موريتانيا كانت في بداية القرن العشرين في القاهرة، نشر أحمد بن الأمين الشنقيطي كتابه الوسيط في تراجم أدباء الشنقيط، وهو محمد محمود بن التلاميذ العلامة الشنقيطي الذي كان في الأزهر وكان يعني من أوائل سفراء الثقافة الموريتانية في المشرق العربي، وذكره طه حسين في كتابه الأيام، أشار إلى أن الشيخ الشنقيطي كان آية في اللغة وعلومها، فقد حقق في الأزهر القاموس للفيروزابادي وحقق المعلقات، وكتب عنه أحمد حسن الزيات في مجلة الرسالة، وتواصل مثل غيره من العلماء الشناقطة مع النخبة العلمية في المشرق العربي وفي دول متعددة، لأن رحلات الحج الأولى كانت فرصة لهذا التواصل عبر الجزائر وعبر المغرب العربي عموما لاكتشاف هذا الشعب العربي وثقافته. طبعا بعد ذلك ومع بداية الاستقلال بدأ الأستاذ فرحات التواصل عن قرب بين النخبة الأدبية الموريتانية وبين العالم العربي، فتم افتتاح مراكز ثقافية في موريتانيا مبكرا حتى قبل انضمامها للجامعة العربية. المركز الثقافي المصري كان أول مركز ثقافي فتح في موريتانيا سنة 64، وبالتالي جاءت المؤلفات الأدبية المطبوعة إلى هذا الجيل من الشباب الموريتاني، مؤلفات جبران خليل جبران ودواوين الشعر العربي، وحتى عن قرب تم التواصل مع الحركة الأدبية والجهادية في الجزائر، وكان عدد من الطلبة الموريتانيين والقضاة الذين كانوا يتدربون بداية الاستقلال في تونس في مقدمة مستقبل زعماء الثورة الجزائرية في تونس عندما حلوا بها، وتم التعرف على إشراقات الثورة الجزائرية في خطابها الأدبي مع مفدي زكريا وغيره، وبالتالي بدأت ريح جديدة تهب على الأدب الموريتاني، وظهرت دواوين شعرية وبدأ الشعراء الموريتانيون يشاركون في المحافل الأدبية مبكرا، فكانوا من مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب العرب في بداية السبعينات، وشاركوا في مهرجانات الأدب العربي في العراق وفي مختلف المدائن، واكتشفت مجلة العربي التي كانت شهيرة في تلك الفترة أول بعثة لها زارت موريتانيا وهي في بداية الاستقلال، عملوا استطلاع مطول عن الحياة الثقافية والاجتماعية في موريتانيا، فلاحظوا هذا الحضور البارز للشعر العربي وتعاطيه بين الأشجار وتحت الخيام وفي كل مكان، وكان عدد السكان آنذاك مليون نسمة فقط، فجاء العنوان البارز لهذا الاستطلاع موريتانيا بلاد المليون شاعر. حقيقة أنها مقولة إعلامية قد يكون مبالغ فيها، ولكنها كناية أو استعارة أو رمزية لحضور هذا الفن الأول عند العرب في وجدان ومخيال الموريتانيين. هذا التواصل عند الموريتانيين مع التراث العربي القديم، إذا وصلنا إلى هذا الشعر الذي يركب مضامين معينة، هل ما زالت المضامين القديمة مضامين التي تجلل وتقدس الإنسان العربي وترفعه، هل ما زالت هذه القضية؟ هذا سؤال جوهري أستاذ فرحات، وهو الصورة النمطية ربما السائدة لدى بعض النقاد اليوم عن المشهد الأدبي والشعري خصوصا في موريتانيا. والحقيقة أن سؤالك جوهري في هذا السياق العام، لأن تحولات القصيدة الموريتانية اليوم ابتعدت عن هذه النمطية. هنا هموم القصيدة الموريتانية المعاصرة في الشكل والمضمون تستوحي الكثير من التجارب، وتحاول أن تؤسس لها خطابا معينا ينسجم مع تحولات الواقع المحلي والعربي. فهناك شعراء كتبوا عن قضايا التحرر، وكتبوا عن الفقر وعن النضال السياسي وهموم الجماهير، وكتبوا عن كبريات الهموم العربية، قضية فلسطين والثورة الجزائرية وحتى ثورة فيتنام والتضامن مع الشعب جنوب إفريقيا. كل هذه القضايا المضمونية والأسئلة الكبرى حاضرة في القصيدة الموريتانية، وحتى بأشكال جديدة تؤسس لقصيدة الحداثة وحتى قصيدة النثر، لأن الجيل الجديد في القصيدة الموريتانية ساهم
في كتابة نمط شعري جديد يحاول أن يؤسس رؤية أخرى للقصيدة الموريتانية، قد لا تكون في قطيعة تامة مع التراث كعنصر مهم في إغناء تجربة الشاعر، ولكنها تستند إلى ثقافة حديثة تحاول أن تقدم صورة أخرى للقصيدة الموريتانية في صلتها بالحداثة اليوم، ولكن أيضا في استلهامها لثقافة الشعر العربي عبر العصور. طيب لو أخذناك عينة من شعراء موريتانيا، ما هي همومك داخل هذا الديوان؟ هذا الديوان أساسا هو يحاول أن يعبر بالنسبة لي عن مختلف القضايا التي تهم أولا الواقع الموريتاني. أنا كتبت مثلا عن قضايا الهوية، عن قضايا مكافحة الجفاف والفقر، عن مختلف الأسئلة الكبرى التي تحاول أن تشكل قلق الحياة اليومية. مثلا عندي قصيدة بعنوان بايعة السمك، عندي قصيدة عن المدن القديمة التي هي حواضر ما زالت محافظة على التراث العربي الإسلامي، وهي المسجلة اليوم لدى اليونسكو كتراث عالمي، شنقيط ولاتة تيشيت ودان. قصائد وطنية تتحدث عن التضحية وعن المقاومة في موريتانيا، إضافة إلى التواشج والتواصل مع هموم الأمة العربية في قضية فلسطين والجزائر وغير ذلك. نحن نعتز بالثورة الجزائرية، وأنا كتبت يعني عن كل هذه القضايا بشكل عام. نحب أن نسمع قصيدة من الديوان لو تفضلت. بكل سر سوف أقرأ نموذج من شعر التفعيلة، قصيدة بعنوان الشيلال. الشيلال هو الآلة التي تستخدم لسقاية النخيل تقليديا، والتي يتدلى منها الدلو في البئر ليقوم العامل برفع الدلو الكبير على الشاقوب مثلا، الذي يعني هو آلة تقليدية لسقاية النخيل. ونحن لدينا فضاء مشترك مع الجزائر، وهو تراث الواحات وواحة النخيل في الصحراء التي شكلت تجربة الإنسان وعلاقته بالأرض والطبيعة. فكتبت عن هذه الآلة التي لم تعد اليوم صامدة أمام زحف الآليات الجديدة لسقاية النخيل، الماكينات الجديدة. أما وأنا طفل صغير كنت أعايش طريقة سقي النخيل بالدلو الذي يتم رفعه عميقا من خلال هذه الآلة لسقاية النخيل، وكان الجهد اليومي للعامل البسيط يتلقى أجره من خلال العمل بهذه الطريقة. اليوم حلت الماكينات بدل هذه الطريقة التقليدية. فكتبت قصيدة بعنوان الشيلال. تظل مدى الدهر ترعى العهود وتركع تسجد لله في كل حين، مواجد حب مع الأرض والماء والباسقات، وتروي لنا ظمأ الكون مذ كان أسطورة من يباب. حنانيك يا صاحبي أحبك أنشودة الماء والذكريات، وإذ والدي يرفع الدلو مترعة في الصباح بحبل على هامتك الشامخة، تدور القرون تغيض العيون ولكن سقياك أنشودة للحياة، وشوق إلى السيل في وادي أحلامنا والمصيف. أراك حزينا، لماذا وحيدا بلا مؤنس في الحديقة، غريبا تحدق في النخل والأنجم المستفيقة، تناجي القمر وأيام وصل مضى واستتر. لماذا جفوك وكل القرى كنت فيها الأمير المطاع، وكنت البطل وتصرخ من حولك الأمنيات، وتطفو على وجنة الشمس كيما تراك كريما مع الأهل والضيف والعابرين، وجفت عروق النخيل حدادا عليك وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سنرجع يوما إليك ونغرق في طعم حبك حتى النخاع، لأنك منا وفينا مواويل شوق قديم، وحبل من الله والناس والأغنيات، لأنك رمز لأمجادنا لملحمة الفجر والصبر دون عويل، لتاريخ أجدادنا نسوك وها أجدب الحقل من حولهم وغيض الماء، وقيل يا أرض وداعا والتفت الساق بالساق.
أستاذ، هذا نصك الحداثي الذي أردت من خلاله أن تعود إلى طفولتك وتستعمل الرمز دلالة على وضع معين، أنت تحدثت في لقاءات عن حضور المكان داخل روايتك واحتفائك بالمكان، هل المكان الذي تحتفي به هو استمرار لتجربة عربية قديمة، هذا الشاعر القلق الذي يسافر من مكان إلى آخر فيحنو إلى المكان القديم الذي كانت فيه تجارب معينة، ويبكي الطلل، يبكي الماضي، هل أنت تجدد الوقوف بالأطلال على من خلال قصيدتك في بغداد وفي غيرها من المدن؟ هذه إشكالية جميلة جدا. هو مفهوم الأطلال يحيل إلى تلك التيمة الروحية الثابتة في وجدان الشاعر العربي القديم، لأن الإنسان عندما يحس أنه فقد الارتباط بالمكان سيعيش رحلة الضياع والتيه. ولكن المكان قد لا يكون بشكلنا اليوم بالنسبة للشاعر هو معالم مادية ثابتة، المكان هو ذلك الشرخ المنكسر العميق في روح الشاعر والذي يحتاج إلى العودة إليه لكي يؤسس من جديد رحلته السندبادية. المكان هو الشعور بالألفة، الشعور بالأصدقاء، الشعور بالأماكن. فلم يعد مفهوم المكان هو مفهوم استاتيكي ثابت يتعلق بمجال جغرافي معين، إنما هو البحث عن جزء من ملامح الهوية النفسية والروحية للشاعر. ولذلك عندما يرتبط الشاعر اليوم بأماكن معينة ويذكرها فهو يحاول أن يؤسس من خلالها علاقة إبداعية جديدة تساهم في إمداده بنوع من الطمأنينة في عالم متغير تطحنه العولمة المتوحشة وثورة الملتيميديا وهذه القيم المادية الاستهلاكية التي جعلت من صوت الشعر والشعراء صوتا مبحوحا، لأن الجميع يعيش على إيقاع سريع ولا يحس بالمكان ولا بالزمان، وبالتالي الشاعر يريد أن يخرج من هذه الدهاليز ومن هذا النفق المظلم لكي يؤسس له مكانا في الوجدان وزمانا في رحلته بين هذه التحديات المختلفة على أكثر من صعيد. أستاذ، أنت مارست الإعلام لسنوات طويلة، وقلنا في البداية أنك كنت حتى مدير قناة ثقافية في موريتانيا لسنوات طويلة، وقبلها أنت كاتب مقال، بمعنى أنت صحفي. ما الذي استفدت، ماذا أضفت إلى قصيدتك من خلال هذه الحيوات الدبلوماسية والصحافة؟ شكرا جزيلا. أنا أشير فعلا إلى أنني كنت أول مدير للقناة الثقافية الموريتانية، ولكن أشير إلى أنها قناة جديدة من مكونات قناة التلفزيون الموريتاني ومثل القناة الرياضية وإلى غير ذلك، وفعلا ساهمت مع آخرين في انطلاقتها وهي لا تزال الآن تبث وتعطي صورة عن الحياة الثقافية والأدبية في موريتانيا. وحتى عندما كنت مسؤولا عنها سافرت إلى عدد من الدول العربية وأجريت لقاءات ثقافية هنا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي دول أخرى، وأيضا استضفنا من خلالها عديد الأسماء الأدبية والثقافية العربية والنقاد العرب، وتحاول أيضا أن تستلهم التراث الموريتاني، لأن الإعلام اليوم الإعلام الثقافي، وأنت الحمد لله أحد رواده في الجزائر، من شأنه أن يعطي أسواقا جديدة لزهو وحراك الثقافة الأدبية والعربية. فإذا كانت الثقافة الأدبية العربية قديما بحاجة إلى تلك الأسواق التي ظهرت المربد وعكاظ وذي المجنة وغيره، فإنني أعتقد أن أسواق الأدب العربي اليوم تتمثل في وسائل إعلام قادرة على أن تمد الجسور وتحيي تلك الجذور بين مختلف مكونات الثقافة العربية بين المشرق والمغرب. فالإعلام اليوم هذا الفضاء المفتوح الذي يعج بمختلف مظاهر البث، أعتقد أن تأسيس خطاب إعلامي ثقافي عربي في هذا الفضاء من شأنه أن يدعم الحركة الأدبية وأن يؤسس لتقارب ثقافي بلا حدود.
ونحن في موريتانيا خضنا هذه التجربة، وأعتقد أنها ما زالت واعدة، لأنها ستمكننا دائما من اكتشاف واستكشاف المزيد من مظاهر التنوع الثقافي والأدبي والإبداعي هنا وهناك. أنا قصدت أن شعرك الآن انفتح على الإعلام، الشيء الذي لا يحظى به كثير من الشعراء في موريتانيا أو غيرها، وكذلك حظي بهذا الجانب الدبلوماسي الذي تعيشه. أنت تحمل على الأقل ثلاث قبعات، أنت الشاعر، أنت الدبلوماسي، أنت الصحفي، وصحافة مكتوبة وصحافة مرئية، بمعنى أن كل هذه أوجدت لنا الشاعر الذي أمامنا. أستاذ فرحات، أنا أعتقد أن أقانيم الشاعر ثلاثة التي يمكن من خلالها أن يقدم عطاءه للآخر. في موريتانيا كانت هذه الأقانيم متفاوتة تدريجيا. المستوى الأول من حضور الشاعر كان هو المشاركة في المحافل الأدبية والمهرجانات الأدبية، وحتى هذا الأسلوب لا زال موجودا اليوم. الطريقة التي يتم خلالها التعرف على الشعراء هي مشاركاتهم مثلا في مهرجان المربط. قديما كان عدد من الشعراء الموريتانيين منذ السبعينات إلى اليوم يشاركون في مهرجانات الأدب العربي هنا وهناك. إذن هذه بطاقة حضور للشاعر. البطاقة الثانية هي النشر، وأنا أعتقد أن حركة النشر ظلت في موريتانيا متأخرة عن الركب بسبب إكراهات عديدة، لأن الدولة عمر الدولة المركزية لم يتجاوز حتى الآن 60 سنة، ولكن هذه الدولة المركزية تختلف عن الدول المركزية التي نشأت في دول المغرب العربي، لأنها كانت دول لديها بنية تحتية وقاعدة، والاستعمار حتى عندما خرج ترك وراءهم نوعا من التراث المعماري إلى غير ذلك. أما في موريتانيا فقد وضع حجر الأساس للعاصمة بعد إعلان الاستقلال، أو قبل إعلان الاستقلال بقليل، يعني مدينة بين الرمال، وهي العاصمة الكبرى التي تحتوي على أكبر قدر من السكان، الآن حوالي أكثر من مليون، ولكنها عندما بدأ الاستقلال لم تكن إلا دور قليلة لا تتجاوز مساحة صغيرة وبدون أي بنية تحتية أخرى. إذن البطاقة الثانية لحضور الشاعر هي النشر، ومع أن هذا النشر في موريتانيا بدأ يتصاعد، وإن كان الكثير من القراء العرب لم يتعرفوا عليه، إلا أننا كشعراء وكأدباء في موريتانيا نشرنا في العديد من الدول العربية، وفي بيروت والقاهرة والجزائر وتونس، إلا أننا أعتقد أننا اليوم في العالم العربي بحاجة إلى مؤسسة لتنسيق التبادل المعرفي والأدبي والثقافي العربي بين الدول العربية كلها في مجال النشر، لأنه إذا بقي كل دولة تنشر لوحدها لن تصلك المؤلفات الموريتانية، وأنا لن تصلني المؤلفات الموريتانية، وإن كانت معارض الكتاب تعطي هذه الفرصة كل عام. الجانب الثالث من هذه الأقانيم أستاذ فرحات هو وسائل الإعلام. اليوم البرامج الأدبية والثقافية أصبحت مجالا واسعا للتعرف على الآخر واستضافة العديد من الشعراء في كل مكان. أنا مثلا قبل سنتين كنت ضيف على أولى الحلقات من برنامج ديوان العرب في تلفزيون الشارقة، الذي يستضيف كبار الشعراء من مختلف الدول العربية. هناك صار اليوم صناعة الإعلام الثقافي العربي صارت متطورة في الكثير من مؤسسات الإعلام العربي، في خاصة التلفزيون والإذاعة، فهناك برامج يتم صناعتها لها فريق كبير من الإعداد، وبالإضافة إلى البرامج الحوارية والمباشرة. طيب أستاذ، عندما تغني لك مثلا أنت هيام يونس، ألا تعتقد أن الشعر العربي اليوم برغم كل هذا المجهود الذي تقوم به كوكبة كبيرة من الشعراء في الوطن العربي، وتحاول من الحداثة ومن خلال الصيغ الجديدة التي تقدم بها القصيدة، ونحن نتحدث عن انفتاح الشعر على الإعلام، على الصورة، على الفضائيات التي تقدم بسرعة المعلومة، على الفيلم، غيرها من وسائل، هل ونحن نتحدث عن صناعة إعلام ثقافي حقيقي كما ذكرت، هل أنت وغيرك تحتاجون إلى فنانين لهم انتشار كبير ليقدموا لكم قصائدكم؟ لأن العصر لم يعد تماما عصر الشعر. أنت تقول إنه الآن الرواية هي ديوان العرب، ولو أن المقولة هذه تحتاج إلى كثير من التفسير
حتى نقنع بها الناس، بمعنى أن الإنسان العربي هل ديوانه هو الرواية أو الفيلم أو الفيسبوك أو غيره يعني. هذه قضايا أساسية. الغناء شيء جميل وله علاقة وطيدة بالشعر، وكتاب الأغاني قديما كان من أهم المدونات، وأكيد أن الشعر والغناء صنوان. وأعتقد اليوم حتى في تجربة الشعر العربي المعاصر، الشعر المغنى لعدد من الشعراء ساهم في مساحة واسعة من انتشارهم وشهرتهم. نزار قباني صحيح. عندما غنت له هذه الأسماء الفنية الكبيرة، وحتى ما زال بعضها موجود حتى الآن، كاظم الساهر وغيره، وأم كلثوم لحنت له يعني قصائد، أعتقد قصيدة أو اثنتان. عبد الحليم حافظ عندما غنى قصائده أعطى للشاعر مساحة أخرى، وإن كان الشاعر ليس بالضرورة هو أول من يسعى إلى أن يكون له هذا الحضور لدى الفنانين، ولكن الفنان أيضا كان يكتسب مساحة من التأثير والحضور عندما يغني بقصيدة رائعة. أم كلثوم عندما غنت الأطلال، وعندما غنت ثورة الشك، وعندما غنت قصائد رائعة لعدد من الشعراء، كان ذلك بجهد ومسعى مباشر منها أكثر من مساعي الشعراء أنفسهم. وبالتالي أنا أدعو إلى توطيد هذه العلاقة بين الشعر والغناء، لأنها ليست فقط في المجال الرومانسي العادي. نحن نستمع إلى قصائد نضالية مغنات، قصائد الثورة الجزائرية، قصائد لمحمود درويش، قصائد لكبار الفنانين المناضلين العرب. يعني حتى يعني تم أول من استمعنا في ونحن صغار إلى أغاني تمجد الثورة والنضال في مختلف الدول العربية. وبالتالي أنا أعتبر أن العلاقة بين الشعر والفن من شأنها أن تؤسس لنا مساحة من الإبداع الجميل، ويجب توطيد هذه العلاقة. طيب، أنت في الجزائر قدمت محاضرة هي قضايا التحرر في الشعر الموريتاني والشعر الجزائري، ومن خلال القواسم المشتركة بين الاثنين. حدثني عن هذا الموضوع المهم، ونحن نتحدث عن علاقات عربية متينة في الثقافة مثل العلاقة الجزائرية الموريتانية. صحيح أستاذ فرحات، الجزائر وموريتانيا هما الشعبان الأقرب لبعضهما بعض، والجاران اللذان يتبادلان كل هذه الجذور والجسور التاريخية والثقافية والروحية العميقة على أكثر من الصعيد. وأنا أعتقد أن محاضرتي تأتي في هذا السياق العام تزامنا مع هذه الاحتفالات المخلدة للثورة الجزائرية العظيمة التي تركت تأثيرات عميقة في نفوس الموريتانيين، وهذا أريد أن أشير إليه. كان الموريتانيون حتى القبائل في البدو في الصحراء يساهمون في الإعداد والتموين ودعم المجاهدين في الجزائر، وكذلك الشعراء الموريتانيون تغنوا بالثورة الجزائرية، والفنانين الموريتانيين يعني غنوا للثورة الجزائرية. أنا هناك أسماء فنية في موريتانيا غنت قصيدة لي في دعم الثورة الجزائرية، حي الجزائر، حي شعبها العربي، واهتف لها بدوام المجد والغلب، وارفع على هامة التاريخ رايتها، لا مجد إلا الذي يزهو مدى الحقب. لست الوحيد الذي غنت له أسماء فنية حول الجزائر، ولكن الجزائر حاضرة في وجدان كل الموريتانيين قديما. الجزائر ليس فقط تاريخ الثورة الجزائرية، وإنما الجزائر اليوم عبر العقود التي ساهمت في دعم الاقتصاد الموريتاني والتنمية الموريتانية الشاملة، وكونت العديد من الأطر الموريتانيين في بداية الاستقلال حتى اليوم في مختلف المجالات الحيوية. إذن هذه العلاقة وطيدة. بالنسبة لهذا الموضوع أنا أحاول أن أستلهم القواسم المشتركة بين القصيدة الموريتانية والجزائرية. فإذا أخذنا مثلا فلسطين كتيمة ثابتة في الوجدان المشترك الموريتاني والجزائري. إذا كان مثلا مفدي زكريا أو مثلا عبد القادر الجزائري أو غيره كتبوا قصائد عن قضايا جوهرية، فأنا أعتبر أن فلسطين تأتي في هذه المقدمة. فلسطين التي أطلق اسمها على قمة الجزائر اليوم شكلت بالنسبة للشاعر الموريتاني أهم القضايا التي كتب فيها عبر مختلف الحقب قصائد رائعة، ولا زالت الأجيال تتغنى بها. نذكر قصيدة للشاعر أحمد دول عبد القادر، وهو رائد الشعر الموريتاني الحديث، يقول: في الجماهير تكمن المعجزات،
ومن الظلم تولد الحريات، ومن العسف في فلسطين قامت ثورة الفتح يفتديها الأبات. مكثت في النفوس 20 عاما، كانت القصيدة قديمة في تلك الفترة. مكثت في النفوس 20 عاما تتعاطى لهيبها الكلمات، ثم صارت على صعيد الليالي ضربات تشدها ضربات، ورصاصا يجول ضربا وقصفا وتلاشى النحيف نحيب، والزفرات دير ياسين ما نسينا دمانا في حمانا تدوسها النظرات، دير ياسين ما نسينا عظاما نسفتها الرياح والهبوات، جرحتنا مخالب الدهر يوما وتلاقى على ربان الغزاة، غير أنا قد انتفضنا وثرنا ثورة لا تردها النكبات، نحن شعب قد صلبته المآسي صهرته الآلام والنكبات، ندخل النار لا نبالي لواها زادنا العزم والإباء والثبات، نتلقى الشهيد عزا ونصرا والضحايا توديعهم حفلات، ونغني للموت بل ونراها في سبيل الحياة هي الحياة، ونغني حتى الجراح تغني في الجماهير تكمن المعجزات. جميل. هذه هي لغة مهدي زكريا ولغة شعراء كثر. عندما نأخذ مثال آخر على الأصالة والارتباط بالتراث بين الشعب الموريتاني والجزائري، نعرف قصيدة عبد القادر الجزائري التي يتحدث فيها عن البدو وعن الأصالة، وأن الجمال يكمن في بيتين، بيت من الشعر أو بيت من الشعر. نجد مثلا الشاعر الموريتاني حديث ما زال حيا هو الأستاذ إسماعيل المحمد يحضيه، يقول في هذا السياق عن التشبث بالأصالة والبداوة في قصيدة شهيرة: يا ساكني بطن الجزيرة، ساكني مهدي الديانة والأصالة والعبر، حياكم شعب نأى لكنه يدنو ويقرب في المآسي والبشر، ويتحدث عن التقاليد وعن القيم وعن المروءة إلى غيره. مثال أخير كنص مثلا الشعراء الذين كتبوا عن القضية الكبرى، قضية فلسطين. هناك شاعر اسمه محمد فارو عبد اللطيف وثق بأسات صبرا وشاتيلا في نص يقول في بدايته وهو متأثر بلغة القرآن الكريم: لا ترم صاحي وانتظرني قليلا، فسألقي عليك قولا ثقيلا، إن إخواننا الجحاشح أبناء فلسطين قتلوا تقتيلا، ذبحوهم مرضى ومردا وشيبا، ويريد الخاؤون بعد دليلا، ودعت أم ياسر أمة العرب فلم ألف مثلها مخذولا، يا لها سبة ووصمة عار، أورثتنا الحزن العريض الطويل، هكذا تم والجميع سكوت، أترى ذلك السكوت قبولا، أم تراها كانت بطولة كأس مرتعا ممتعا وظلا ظليلا. قصائد كثيرة، وهذا يتجلى أيضا لدى الجيل الجديد في القصيدة الموريتانية، ومع جيل التسعينات الشاعرة مباركة مت البراء، الشاعرة خديجة مت عبد الحي، الشاعر الراحل الدكتور محمد العبدي في ديوانه الأرض السائبة، أسماء عديدة اليوم بين الجيلين، كلها كانت كل هذه القضايا الكبرى للأمة قواسم مشتركة عندها، وخاصة في الجزائر، لأن الجزائر ألهمت ليس فقط الحركة الأدبية الموريتانية مزيدا من القوة والعطاء، وإنما الحركة السياسية والنضالية، لأن السؤال الهوية اليوم الذي تعتبر الجزائر رمزا له هو نفس السؤال المطروح في موريتانيا: ضرورة الوحدة الوطنية وبناء مجتمع يستند إلى هويته العربية الإسلامية الأصيلة ورفض التطبيع، وهذا هو المسار المشترك بين الشعبين الموريتاني والجزائري. الشاعر الكبير سيدي ولد أمجاد، كنا سعداء بك بهذا الفيض من الحب الذي تحمله للجزائر، ونحن نبادلك هذا الحب، ونبادل أهل موريتانيا شنقيط، نبادلهم هذا الحب. شكرا لكل هذا الانتماء الذي تحمله كعربي في هذا الزمن الصعب حقيقة. شكرا لتلبية الدعوة. شكرا أخي وصديقي العزيز الأديب والإعلام المتميز فرحات، هذه اللقاءات وهذه الإضاءات هي فرحات فعلا مشرقة دائما في وجداني، وأنا أتابع برنامجكم المتميز. شكرا جزيلا. بورك فيك، يعطيك الصحة. وأنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله، إلى اللقاء.